أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إعادة تفعيل عقد الاتحاد الدولي للناقلين الجويين لتطوير مستوى أدائها وتلبية أهم المتطلبات الدولية في العمل واستكمال الإجراءات الخاصة بإعادة عضوية الشركة في المنظمة. مدير عام الشركة عباس ناصر قال إنه قرار استراتيجي لا رجعة فيه، كونه خطوة متقدمة لرفع حظر الطيران الأوروبي المفروض على الشركة، وأضاف يجب الاستفادة من خبرات واستشارات الاتحاد الدولي لرسم الحلول الجذرية وإعادة تنظيم هيكلة العمل في الخطوط الجوية العراقية.